نشوف مع بعض صورة ونكمل كلامنا سوا. اوكي. تتر مسلسل زينة يثير السؤال، هل قصدت قضيتها مع أحمد عز؟ مسلسل زينة كان من تقريبا سنتين للفنانة زينة، وقت برضه كانت القضية قائمة بينها وبين الفنان أحمد عز. فعلا. طيب خلينا نشوف السؤال سوا. لو عرض عليكي النجم أحمد عز مشاركته في عمل فني، أرفض لأني متضامنة مع زينة بما إنك اشتغلتي معاها مسلسل وزينة شخصية أصلا جميلة كل اللي بيشوفها بيحبها وبيكون معاها دايما، أرحب لأنه نجم حياته الخاصة وهو حر فيها، وافق لأنه عمل بعيدا عن الحياة الشخصية. يعني بتوافقي ومالكيش دعوة بحياته الشخصية؟ أنا بحب زينة جدا وتعاملت معاها واشتغلت معاها، بس ده يعني ملوش علاقة بحياتهم الشخصية. بس في ناس كتير قوي بتلاقيهم يعني واخدين صف جدا فنانه زين او العكس، بس ده مش حلو، ده ده غلط، عشان الشغل ملوش علاقه. يعني فهماني، اكيد هي برضو لو تعرض عليها حاجه زي كده هي مش هتجيب الشغل جنب المسائل الشخصيه. يعني هتقولي اجابتك هتكون ايه؟ هتختاري لي ايه؟ ممكن اوافق لانه العمل هو طبعا هو نجم ما شاء الله سوبر ستار، يعني طبعا اكيد اوافق عشان حياتي الشخصيه دي حياه شخصيه، ووافق لانه عمل ودي حياه شخصيه مالوش علاقه. يعني هو مشكلته معاها. نعم. انا ايه وضعي في الموضوع؟ ما ليش علاقه. ممتاز.